গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং কোরআনে কারীম থেকে তেলাওয়াত করবেন। আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত কারি আল হাজ শেখ আহমদ হাসান ইংল্যান্ড, আল হাজ শেখ আহমদ হাসান ইংল্যান্ড। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. وما هم عنها غائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا
والأمر يومئذ لله. صدق الله.